área del hall de fútbol. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها مجلس الوزراء يؤكد أن حماية عرسال من شأن الجيش، والمشنوق يمدد خدمة بصبوص لسنتين. عشرة قتلى لحزب الله في القلمون وجرد عرسال خلال الساعات القليلة الماضية. مجازر متواصلة ترتكبها كتائب الأسد ضد المدنيين. صباح الخير. انفك الارتباط بين ملفي عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية باتخاذ مجلس الوزراء بالأمس قرارا بالإجماع حول عرسال وجرودها، لكن المجلس ظل أسير الملف الأصعب أي ملف التعيينات بعدما رحلها إلى الأسبوع المقبل، فيما أعلن وزراء التيار العوني عن امتناعهم بعد اليوم عن مناقشة أي بند من بنود جدول الأعمال قبل حل ملفي عرسال والتعيينات. تخطت الحكومة مطب عرسال ونجحت في فصله عن موضوع التعيينات ما يعني تجزئة المشكلة، ورغم ذلك عبر ملف عرسال من باب التحفظ والاعتراض، فتحفظ الوزير أشرف ريفي على عدم شمول البيان كل أراضي البقاع الشمالي ومواجهة أي تهديد من أي سلاح غير شرعي. أما الاعتراض فكان من وزراء التيار العوني، فقال الوزير جبران بسير نريد قرارا لا بيانا، ولفتوا إلى أن اعتراضهم هو على صياغة البيان وليس على مضمونه، وهم اعتبروه مبايعة جديدة لقيادة الجيش الحالية. إن المجلس يقرر تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الاعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الإرهابيين وضبط الأمن فيها. لا تعيينات في الأفق القريب، وبالتالي بات تأجيل تسريح اللواء إبراهيم بصبوص أمرا واقعا. وبحسب المصادر الوزارية تم اقتراح تولي اللواء عماد عثمان هذه المهمة، فكان اعتراض من وزراء الثامن من أذار، وهنا تدخل الوزير ريفي مقترحا على المشنوق تسميته لتولي هذا المنصب، فرد وزير حزب الله حسين الحش حسن نحن نوافق شرط أن نتخلص منك في وزارة العدل. قبيل الجلسة كانت الأجواء تنبئ بالنتيجة، فالوزير أكرم الشهيب اختصر بالقول يشلو تيفلو، ورد عليه بسيل بمن لا يعين يعطل، فيما استشهد آخرون بما كتبه النائب وليد جنبلاط على تويتر. اجتازت الحكومة قطوع التعطيل مرة جديدة، وإن كانت معظم مكوناتها تعترف بالدخول في مرحلة الشلل، واجهت أزمة عرسال ببيان أحرج وزراء التيار العوني. أما في التعيينات فللبحث صلة، ما يعني اشتباك مؤجل إلى جلسة الخميس المقبل. من السراي الكبير، جوانا نصر الدين، تلفزيون مستقبل. قال وزير العدل أشرف ريفي إنه طرح خلال الجلسة ضرورة البت بالإجراءات الأمنية في كل البقاع الشمالي، وأن لا تقتصر على عرسال فقط، وأن يعمد الجيش والمؤسسات الأمنية إلى تنظيف هذه المنطقة من سلاح الإرهابيين ومن كل سلاح غير شرعي، مشيرا إلى أن وزير حزب الله الحاج حسين الحاج حسن اعترض على النقطة الثانية التي تلمح إلى سلاح حزب الله، معتبرا في أحاديث صحفية تهديد النائب محمد رعد له قمة سقوط حزب الله، قائلا لا أقف عند تهديداتهم، فأنا أحمل قضية وطنية ولن أتخلى عنها مهما كان الثمن. مفادان من جملات في عين التين والرابي، وتحذيرات من الدخول في الشلل الحكومي. دخلنا في الشلل الحكومي ولا يبدو أن الأمور السياسية ناضجة، قال وزير الصحة وائل أبو فعور بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة، مشيرا إلى أنه ربما يكون رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط يستهول الأمور أكثر من الآخرين، ومؤكدا في الوقت نفسه ثقته بحكمة رئيس مجلس النواب وبالحوار بين حزب الله والمستقبل لتفادي الشغور. دون أن نعلن ذلك دخلنا في الشلل الحكومي. ثالثا فتح المجلس النيابي، سيما وأن هناك قوانين مهمة إنمائيا لكل اللبنانيين، لسيما قروض من البنك الدولي. ثالثا هناك استحقاقات مالية في وزارة المالية.
كل هذه الأمور طرحها والجملات على الملأ، ولكن كما قلت لا يبدو أن الأمور السياسية ناضجة، ولا نحن لا نتهم أحد بالعرقلي، ولكن ربما تكون مقاربتنا مختلفة عن مقاربة الآخرين. وإلى الرابية، أوفد جملات أن إبغاز العريض للبحث في آخر المواقف والمستجدات السياسية المتعلقة بعمل الحكومة والتشريع والانتخابات الرئاسية. أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشروق قرارا مدد بموجبه خدمة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص لسنتين كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، وكلف العمداء فادي الهاشم وجوزيف الحلو وجوزيف كلاس لقيادة الدرك والقوى السيارة ومفتشية قوى الأمن. إلى ذلك دعا اللواء بصبوص إلى إبقاء قوى الأمن خارج إطار التجاذبات السياسية وعدم إطفاء أي صبغة طائفية أو حزبية عليها. أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص حرصه على نأي مؤسسة قوى الأمن عن الاصطفافات السياسية، وخلال ندوة حوارية بعنوان مفهوم الأمن القومي ومرتكزاته في لبنان بالتعاون مع ملتقى التأثير المدني، دعا بصبوص المسؤولين إلى التحلي بروح الحكمة لتجاوز المرحلة الحرجة التي نمر بها بأقل خسائر ممكنة. لا يسعني سوى التأكيد على أهمية الحرص على إبقاء قوى الأمن الداخلي خارج الإطار التجاذبات السياسية وعدم إطفاء أي صبغة فئوية أو طائفية أو مذهبية أو حزبية عليها، واختيار الضباط المنوي تعيينهم في المراكز القيادية وفق معايير موضوعية متجردة مبنية على عاملي الكفاءة والنزاهة، تغلب الانتماء الوطني على باقي الانتماءات الفئوية أو الحزبية أو المناطقية. كما أكد بصبوص دوام التعاون والتنسيق بين قوى الأمن وباقي المؤسسات العسكرية وفي طليعتها الجيش بهدف ترسيخ الأمن في البلاد. يسود عرسال قلق من سيناريو يحيكه حزب الله لزج الجيش في معركة القلمون، لا سيما بعدما نقل الحزب المعركة إلى جرد عرسال وخسر خلال 24 ساعة الأخيرة 10 عناصر. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. هذا الموقع الذي اتخذه حزب الله على أطراف جرد عرسال كان هدف جيش الفتح، حيث استهدف بصاروخ كونكورس تجمعا لعناصر الحزب بعدما كان قد استهدف مدفعا نصبه الحزب في جرد الرهوة التي يحاول الحزب التقدم منها. سيطرة شباب المقاومة الإسلامية على كافة جرود عرسال. التقدم الميداني وحسم معركة جرود عرسال كما ادعى إعلام الحزب ومقاتلوه في هذا الفيديو لم يلغي الخسارة التي مني بها خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث سقط 10 من عناصره، عرف منهم القيادي أحمد حرب من بلدة الحلوسية وعلي حسن فنيش من معروب ومحمد حسين جوني من بلدة العباسية وعرفات طالب الملقب أبو جعفر من بلدة برج رحال. لم تقتصر الخسائر على حزب الله، فقد قتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني يدعى عقيل باختياري. أكد الأمين العام للجنة الحوار الإسلامي المسيحي محمد السماك أن مرحلة ما بعد القمة الروحية الإسلامية الطارئة التي انعقدت في دار الفتوى يوم الثلاثاء الماضي ستشهد مناسبات دينية لتأكيد هذا اللقاء ولبناء جسور دائمة للتلاقي حتى تنسف مشاريع الفتنة التي تجري في مجتمعاتنا، مشددا لصحيفة المستقبل عن أن الاختلاف شرعي وضروري وسيبقى بين الناس حتى يوم القيامة، لكن التفرق شيء آخر وهو سوء توظيف الاختلاف. وشدد السماك على تحريم دم المسلم وماله وعرضه على المسلم كما ورد في الحديث النبوي، وهذا التحريم ينطبق من عرسال إلى النجف ويصح أيضا من لاهور إلى ليبيا. في النشرة بعد الفاصل. غارات عنيفة للتحالف العربي ضد الانقلابيين الحوثيين. أهلا بكم من جديد. أعلن ناشطون أن المعارضة السورية تتحضر لصد الهجوم الذي بدأه تنظيم داعش بإعاز من نظام الأسد على ريف حلب، واستخدمت تعزيزات كبيرة في وقت ألقت واشنطن باللائمة على الأسد في توسع نفوذ المتطرفين في سوريا، مؤكدة أن الحل الوحيد لوقف العنف يكمن في تنحي الأسد.
بعد استخدام تعزيزات كبيرة إلى ريف حلب، انتقل الثوار من مرحلة التصدي إلى مرحلة الهجوم ضد تنظيم داعش الإرهابي. داعش خلال الساعات الماضية حاول التقدم على محاور ريف حلب الشمالي بعد إعطاء النظام إشارة له للهجوم، حسب ما أعلن قياديون في غرفة عمليات فتح حلب التابعة للجيش الحر. ودارت مواجهات عنيفة بين المعارضة والتنظيم، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى لكلا الطرفين. على المقلب الآخر، واصل النظام استهداف الأماكن المحررة في حلب، وحول ببراميله المتفجرة مركز الأتارب الطبي إلى خراب، ودمر مسجد قرية رتيان. وفي الشمال أيضا، سيطر تنظيم داعش على شركة الكهرباء في المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة بعد أن أرسل تعزيزات للمنطقة وسط قصف عشوائي ودمار هائل. أما في الوسط السوري، فألقت المروحيات البراميل المتفجرة على الرستن والغنتو في حمص وريفها، وكانت أثار الدمار في المباني السكنية في حي جوبر واضحة في العاصمة. الجنوب السوري كان على موعد مع عنف جديد بالبراميل المتفجرة، وتحديدا في اليدودة في درعا، فيما توعد الثوار بفتح أبواب جهنم على كتائب الأسد. إنسانيا، أعلنت منظمة Human Rights Watch أن نظام بشار الأسد كرر استخدامه لمواد كيماوية سامة خلال هجمات عدة بالبراميل المتفجرة استهدفت محافظة إدلب خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل خرقا لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية ولقرار مجلس الأمن الدوري. ومن واشنطن، ألقى البيت الأبيض باللائمة على الأسد في توسع نفوذ المتطرفين في سوريا، وأكد أن الحل الوحيد لوقف العنف يكمن في تنحي الأسد وإطلاق مرحلة انتقالية تشهد تشكيل قيادة تلبي تطلعات السوريين. قتلت القوات العراقية العشرات من عناصر تنظيم داعش شمالية مدينة تكريت وجنوبية غربية سامراء. يأتي ذلك في وقت نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي فرض وعود مشروطة على الحكومة العراقية في مؤتمر باريس الأخير لتطبيقها ضمن سقف زمني محدد. عشرات العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابي قتلوا على يد القوات الأمنية العراقية المشتركة شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أن القوات الأمنية تمكنت خلال عمليات تطهير المناطق من الجماعات الإرهابية من قتل أكثر من 40 عنصرا من تنظيم داعش، كما قتل أكثر من 26 عنصرا آخر باشتباكات جنوب غرب سامراء. بدوره دمر التحالف الدولي موقعا مهما عند مدخل مدينة الحويجة كان يستخدمه تنظيم داعش لإعداد السيارات المفخخة. تزامنا، قالت قيادة قوات الشرطة الاتحادية إنها عززت قطعاتها ب800 مقاتل من قوات النخبة للمشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيم في الرمادي ومناطق أخرى. إلى ذلك، تفقد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قاعدة بلد الجوية للاطلاع على أعمال البناء والتحديث الجارية عليها قبل تسلم دفعة طائرات من طراز F-16 الأمريكية خلال الصيف الحالي. من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي فرض وعود مشروطة على الحكومة العراقية في مؤتمر باريس الأخير لتطبيقها ضمن سقف زمني محدد، مؤكدا أن اللجوء لاتفاقات من هذا النوع ليس من سياسة الحكومة، فيما أشار إلى الالتزام بما ورد في البرنامج الحكومي. جدد طيران التحالف العربي قصفه لمواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي على جبل مطل على دار الرئاسة ومعسكر ألوية الصواريخ الواقع في جبل فج في عطان بالعاصمة، فيما قصفت الميليشيات الأحياء السكنية في تعز وعدن. أكثر من 40 غارة شنها طيران التحالف العربي على مواقع للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوعة لعبد الله صالح في العاصمة صنعاء، وتحديدا على جبل مطل على دار الرئاسة وعلى معسكر ألوية الصواريخ الواقع في جبل فج عطان. طيران تحالف إعادة الأمل جدد كذلك قصفه لمواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، واستهدف معسكرات ومخازن أسلحة في محافظتي الضالع ومأرب. في عدن، أغار سلاح الجو العربي على تجمعات المتمردين في الأطراف الشمالية والغربية للمدينة، فيما واصلت القوات السعودية قصف مواقع مسلحي الحوثي ورصد تحركاتهم بالقرب من حدود المملكة مع اليمن. في المقابل، قصفت ميليشيات الحوثي جامعة عدن وجددت استهدافها بالكاتيوشا للأحياء السكنية في عدن وتعز التي تشهد كذلك اشتباكات في أحياء عدة وشارع الأربعين وبالقرب من جبل جرة حيث تحرز فيها المقاومة الشعبية تقدما. إلى ذلك، تحدثت
معلومات عن قيام ميليشيات الحوثي بتدريب كتيبة عسكرية في معسكر العمالقة بمدينة ذمار بإشراف من عناصر من حزب الله، وأطلق على الكتيبة اسم كتيبة الموت، ويتم إعدادها لإرسالها إلى مأرب حيث تجري مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية. سياسيا، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أمام مجلس الأمن أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للمشاركة في مفاوضات سلام في جنيف، وذلك خلافا للانقلابيين الحوثيين الذين لم يؤكدوا حتى الساعة مشاركتهم في المؤتمر. وحدد إسماعيل ولد الشيخ أحمد موعدا مبدئيا لهذه المفاوضات في 14 من حزيران الحالي، آملا في أن يشارك فيها طرفان نزاع. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. المحكمة الدولية تواصل الاستماع إلى الشهود. أهلا بكم من جديد. في اليوم الثاني لمثوله أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، شرح الشاهد السري رقم 149 العنصر في قوى الأمن الداخلي، والذي كان في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شرح تفاصيل اللحظات الأولى التي أعقبت الانفجار. المحكمة استمعت أيضا إلى شاهد سري آخر هو تاجر سيارات باع شخصين سيارة الميتسوبيتشي التي يعتقد الادعاء أنها استعملت في التفجير. التقرير لسلمان العنداري. في بداية الجلسة تحدث الشاهد السري العنصر في قوى الأمن عن وصول الشيخ بهاء الحريري إلى مكان الانفجار سائلا عن الرئيس رفيق الحريري، فقال له الشاهد إنه نقل إلى المستشفى لكنه خاف إخباره أنه استشهد، وهي مهمة تولاها لاحقا في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت النائب وليد جنبلاط. قال لي كيف الوالد؟ قلت له كمان بالمستشفى. وصلنا عباب المستشفى الجامعة الأمريكية، إجا وليد جنبلاط واخذوا على جنب وقال له انه ابوك فارق الحياه استشهد. شفت مره ميته وشفت اشلاء. الشاهد اكد انه لم يرى في المكان فان الميتسوبيشي الذي يقول الادعاء انه استخدم في التفجير، متطرقا الى اجهزه التشويش التي كانت تعمل كما قال، بدليل ان جهاز الراديو لم يكن يعمل، ومكررا القول ان اللواء علي الحاج هو المسؤول عن خفض عديد قوى الامن في موكب الحريري. وبعد نقاش قانوني حول مثول شهود، بدأت المحكمة الاستماع إلى إفادة شاهد سري جديد، وهو تاجر السيارات الذي باع فان الميتسوبيشي لشخصين في طرابلس بمبلغ 11,250 دولارا نقدا، وبعد مفاوضات سريعة جدا، واصفا الشخصين بأنهما كانا يتكلمان لهجة عادية لم تمكنه من تحديد المنطقة التي يتحدران منها. بعد دخول قانون السير مرحلته الثالثة، بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة في متابعة تنفيذ القانون بحضور رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزيف مسلم. رئيس اللجنة النائب محمد قباني أكد ضرورة الإسراع في تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية، مطالبا رئيس الحكومة تمام سلام الإسراع في تعيين أمين سر للمجلس وإنشاء وحدة المرور في قوى الأمن. موضوع سيانة الطرق الذي يجب أن تتم، سواء تزفيت الحفر أو سوى ذلك، وسواء إشارات المرور العادية والضوئية. طلبنا أيضا أن يتم التشدد بمعاملة كل من يعتقد أنه فوق القانون، سواء كان من السياسيين أو من رجال الأمن أو من أي جهة أخرى. في شتورة اعتصم بالأمس أصحاب الشاحنات وسائقوها وأقفلوا الطريق الرئيسية لبعض الوقت احتجاجا على تردي أوضاعهم بعد إقفال معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. على الأرض رمى أصحاب الشاحنات والسائقون المواد التي يعتشون منها احتجاجا على ما لحق بالقطاعات الاقتصادية من أضرار جراء إقفال الحدود العربية البرية مع لبنان. أصحاب الشاحنات اعتصموا على الطريق الدولي في شتورة مطالبين بضرورة التعويض عليهم أسوة بالقطاعات الأخرى. كما وأننا نطالب الدولة بفصل وزارة النقل عن وزارة الأشغال وتكليف وزيرا أصيلا للنقل لكي يسهل ويرعى مصالح النقل، وكذلك نطالب الدولة بدراسة فتح طريق الوزاني لبنان إلى الأردن إربد رويشد الذي كان يعمل سابقا، ووجود مراكز للجمارك اللبنانية عليه سابقا،
ومسافته 40 كيلومترا من الوزان إلى الأردن. ودعا المعتصمون إلى إعفائهم من رسوم الميكانيك لمدة 3 سنوات والسماح للشاحنات المبردة بالعمل في الداخل اللبناني ومساعدة المزارعين بعد الخسائر التي لحقت بقطاعهم بسبب عرقلة عمليات تصدير منتجاتهم. شب حريق في مخيم للاجئين السوريين في المنيا بطرابلس مما أدى إلى إصابة طفلتين. معاناتهم لا يمكن فهمها ممن لم يذق طعم الهروب من الموت المحتم. عائلات هجرت من جحيم القصف لتقبع في خيام تأويهم في بلد اللجوء. ولم يكن ينقص اللاجئين السوريين إلا حرب خيام وحياة. الحريق الذي شب في مخيم في منطقة المنيا أصاب طفلتين بحروق مختلفة وأدى إلى حالات اختناق عند آخرين، كما أنه لم يرحم المقتنيات. حوالي 30 خيمة احترقت بالكامل. انفجار قوارير الغاز والرياح القوية كانت تدفع النيران من خيمة إلى أخرى، وكاد الأمر أن يودي إلى كارثة حقيقية لولا تدخل الأهالي والدفاع المدني. أسباب الحريق لم تتضح بعد، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الحريق قد نتج عن احتكاك كهربائي. هذه ليست المرة الأولى التي تحترق فيها خيم اللاجئين السوريين. آلام وقصص النازحين لا تنتهي. بدعوة من منسقية الدراب في تيار المستقبل، لقاء إنمائي تشاوري أثنى على الجهود التركية لإنماء المناطق في عكار. مشاريع عكار التنموية وكيفية تنظيمها من قبل منظمة التيكا التركية في لبنان تم بحثها في اللقاء الإنمائي الموسع الذي نظمته منسقية تيار المستقبل في الدريب بحضور النائب معين المرعبي وعضو المكتب السياسي للتيار محمد المراد ومنسقين عامين ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير. وقد شددت الكلمات على ترسيخ وتوطيد العلاقات اللبنانية التركية. أتمنى أنه التعاون ما يكون لمرحلة واحدة، يكون مستمر ويكون لسنين قادمة، وخاصة بالظرف اللي عم نعيشه نحن هلا بعكار مع الحرب اللي صايرة بسوريا واللجوء السوري. لطالما كانت تركيا سندا للبنان واللبنانيين على مر السنوات، صاحبة الأيادي البيضاء في الوقوف إلى جانب لبنان وخاصة في منطقتنا عكار. سنبقى حريصون على هذه العلاقة المميزة التي تجمعنا مع الجمهورية التركية. أما منسق وكالة التنسيق والتعاون التركية تيكا إبراهيم إربير فأكد على الاحترام الكامل لسيادة لبنان واستقلاله، لافتا إلى أن المشاريع التنموية ستطال المناطق اللبنانية كافة. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يؤكد أن حماية عرسال من شأن الجيش، والمشنوق يمدد خدمة بصبوص لسنتين. عشرة قتلى لحزب الله في القلمون وجرد عرسال خلال الساعات القليلة الماضية. مجازر متواصلة ترتكبها كتائب الأسد ضد المدنيين. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.